ما هي الشخصية التي لا يمكن لهاني عادل العيش معها؟ لو حد كذب، لو حد بيكذب، لو حد بيغير كلامه، لو حد أنا بشوفه من جواه بيحاول يغير حقيقة ما علشان توائم ظروفه هو أو اللي هو عايزه مني، دي بالنسبة لي حاجة ما أقدرش أقبلها خالص. متى كانت آخر مرة خسر فيها هاني عادل شخص عزيز عليه بسبب الكذب؟ آخر مرة كان إمتى يعني؟ آخر مرة كان حد صديق عزيز عليا يعني جدا، يعني كان قريب مني جدا وبتاع، واكتشفت إن هو يعني حتى كلامه عني وأنا مش موجود غير خالص ما أنا كنت أتوقع. ده ضايقني قوي يعني.